يعني احنا لما كتوصل لنصف النهاية هذا معناه لأنك على بعد خطوة من النهاية، فكان بدنا أن نستعد استعداد جيد ونكون في أحسن الظروف، ولكن مع الأسف ماشي هذا الشيء اللي احنا فيه، لأن راكم شفتوا العدد الكبير ديال الأعطاب اللي تمسوا بها يعني اللاعبة اللي أساسيين واللي نافذين في الرجاء، واللي هما غادي يكونوا غايبين لا على المباراة ولا على المباراة الجديدة. استعداد ما كانش، الظروف مسامحة به، لأن كان الضغط ديال المباريات لا ديال كأس إفريقيا ولا ديال الدوري المغربي، فكنا لاعبين بواحد الوتيرة جنونية اللي ما يمكنش تسمح لك أنك تستعد أحسن استعداد لهذه المواعيد. هاد انا كنت ما كنتكلمش على يعني هذاك واجب وضروره انك توفر الظروف اللوجستيه الى اخره، ولكن انا كنتكلم على الاستعداد الرياضي، هذاك هو اللي كان مع الاسف مؤسف باش نلعبوا في هذه الظروف هذه، يعني بعد ما دوزنا يعني شهر أكثر من شهر واحد الوتيرة جنونية ديال كنلعبوا تقريبا ثلاث مباريات في الأسبوع، داك دا هو.